يجهز هؤلاء الجنود لحفل صغير، ولكن لمن؟ لجندي من رفاقهم بلغ من العمر قرابة 40 عاما ولم يتزوج بسبب الظروف المادية. المقدم بلال هو آمر هذا الجندي، ولديه علاقة مع جنوده تجاوزت العلاقة الرسمية، إنما يعتبرهم كإخوته. شعر بما يعيشه صباح من أوضاع صعبة، فقطع له وعدا بأن يتكفل بإيجاد زوجة له وأن يتحمل أيضا تكاليف الزواج بأكملها. علاقتي مع المراتب علاقة أخوية وليست علاقة ضابط أو جندي، فشفت أنه الزواج مالته متأخر، حكينا أنه طرح عليه المشكلة والأسباب وعرفت أسباب التأخير، فطرحت الموضوع أمام منظر السيد القائد، والسيد القائد وعز وشرف مباشر من عنده. صباح يعيش حلما اليوم كان يظنه مستحيلا، ويشعر بفرحة كبيرة بعد أن شعر بأن رفاق السلاح هم رفاقه في الحياة أيضا، وأن آمره في الوحدة العسكرية هو بمثابة الأخ الأكبر الذي رفض أن يراه في هذه الحالة البائسة التي كان يعيشها في الفترة الماضية. والله أشكر السيد القائد دعمه لي والأمر السرية وضباطنا وجنودنا، حيل فرحان والله، شعرت يعني أكثر من أخوتي. مراسم الاحتفال كانت صغيرة نوعا ما، وأقيمت في منزل أحد رفاقه داخل الموصل، لكن المفاجأة أن سكان الحي أيضا قد شاركوا فيها بعد أن سمعوا بالمبادرة. والله مبادرة يعني ما كنت أتوقعها أنا بصراحة، يعني أنا بهالعمر هذا وصلت هالعمر ما في يوم من الأيام سمعت أنه ضباط احتضنوا منتسب عندهم يزوجون ويأسسون بيت ويقومون بالعزيمة ماله، يعني نادرة. وتأتي هذه المبادرة من ضمن عدة مبادرات، وهي ليست الأولى وليست الأخيرة، فقد تكفلت أيضا بمواضيع عمليات جراحية لمنتسبيها لأهاليهم. وهذه ليست أول مبادرة تقوم بها فرقة المشاة 15، وقد تشارك الجميع في هذه الفرحة، حتى كادرنا أراد أن يكون جزءا منها ويدخل السعادة إلى قلب هذا المقاتل في يوم عرسه. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.